ست نورهان. السلام عليكم يا ست نورهان. يا ست نورهان، يا ست نورهان، طب اعمل انا ايه معاكم بقى؟ اعمل ايه؟ فينك يا سيدي داغر عشان تربط الامور كده وتظبطها؟ يا سيدي احمد، انت راجل طيب. ها، مين معايا؟ منى، ست منى. الو السلام عليكم. الو، السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا ست الكل؟ اتفضلي قولي ازاي سؤالك. حضرتك؟ فضيلة الشيخ، انا انسة مش متجوزة، تمام. وانا بقالي يجي 6 سنين بتحصل، بحس ان في حد بيعاشرني انا ونايمة، ورحت لكذا شيخ وكانوا بياخدوا مني فلوس وكانوا بيدوني حاجات كنت بعملها وما كانتش بتجيب معايا نتيجة. طيب ودلوقتي الحمد لله انا بقالي فترة ما بقاش في حاجة، طيب بس الحمد لله. لسه من كام يوم في شغلي كانوا الموظفين كلهم برا وانا بس في شغلي، ودخلت انام في المصلية بتاعت الشغل وحسيت ان في حد بيكتفني انا وصحية، بس عيني كانت مغمضة. بتصلي يا منى؟ بصلي الحمد لله طيب، وبصلي حتى الفجر حتى عايزك وبقرأ تواظبي على قرآن. الفاتحة 111 مرة وآية الكرسي 111 مرة على كوباية مية واشربيها، ولا تروحي للشيخ ولا تروحي لدجال ولا تروحي لمشعوذ. آية الكرسي والفاتحة 111 مرة على كوباية مية واشربيها لمدة 7 أيام، ربنا هيزيل عنك هذا الأمر دائما إن شاء الله. ودائما تمسكوا بالقرآن. إياكم وهؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق، أو الذين يجلسون في هذا الطريق. طريق أوله سراب وآخرته خراب، طريق لن تجنوا من ورائه إلا التعب وإلا المرض وإلا الهم وإلا الحزن. ابعدوا واستوثقوا بالله، لأن ربنا حكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ربنا اللي حكم كده. الجن ما هوش فاضلنا، الجن ما هوش فاضلنا. الله يرحم سيدنا الشيخ دكتور عبد البديع ابو هاشم، الله يرحمه، لما كان بيدرس لنا في التفسير واحنا طلبه في سنه تانية اصول دين، كان يقول يا اولاد سبحان الله العظيم، عمري ما سافرت بلد اجنبيه، عمره بيقول، هو اللي بيقول رحمه الله عليه، عمري ما سافرت بلد اجنبيه والاقي واحده حلوه كده يا اولاد، من اللي هي حاطه تيشي تيشي دي، هتيجي تقول لي يا مولانا كده الجن جه جنبي؟ ولا هو يا اولاد الجن تخصص مصريات بس؟ الجن واخد توكيل مصري بس، مش واخد الا المصريين. غاوي نكت يعني، حتى الجن مش غاوي نكت. فيا اخوانا، كل هذا من فعل الشيطان. طب الشيطان هيجي لمين؟ ما واحد يقول لي طب الشيطان، ما انا بصلي وبصوم وبعبد ربنا، ايه القصه؟ الشيطان مش هيروح للي في الخماره خالص لانه ضمنه، الشيطان مش هيروح اللي في بيت مشبوه لانه ضمنه، الشيطان مش هيروح لواحد عريان لانه ضمنه، امال هيروح لمين؟ هيروح للمؤمن. الدليل على كده ايه؟ هو قال لربنا كده، قال له انا مش هسيبهم في حالهم. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال له انا مهمتي اللي بيصلي، مهمتي اللي بينفق، اقول له يا عم اعقل، الفلوس دي لعيالك يا عم، انت ضامن بكره مجاز الدوله تتشقلب وانت ما تلاقيش تاكل يا عم، مجاز نفتقر يا عم. لا، لكن انت لو عندك يقين تقول له اخسأ يا ملعون، انفق انفق عليك، هذا وعد الله. ليه؟ لان الشيطان ما راحش لحد، انما راح لسيدنا ابراهيم ولسيدنا اسماعيل وستنا هاجر. ايه اللي الحق ابراهيم اتجنن؟ هياخد ابنك وحيدك يذبحه؟ ايه اسماعيل انت هتطوع ابوك؟ ايه يا جدع ارجع. ايه ابراهيم اللي بتعمله ده؟ ده ابنك هتصدقه عشان رؤيه، ورؤيه الانبياء حق. نعم.